يعني في البدايه انت قلت كومنت كده ما عداش عليا، انت قلت انت ما تابعتش الدوري السعودي من الفراغ. يا احنا اساسا بنعمل حاجات احيانا بتخالف قانون كره القدم اصلا، عشان تحس ان الحكم داخل حط قانون من دماغه. دي لعبه ليها قوانين ثابته وجمالها في قوانينها. ربما الاخطاء كره القدم جزء من اللعبه، بس هي قوانين ما فيهاش لف ودوران. يعني احنا ممكن نوصل لمستوى الدوري السعودي ان شاء الله عز وجل، لما باذن الله لما تنتقل الكره الارضيه في المريخ. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده ان شاء الله باذن الله يوم عرس، يوم فرح ان شاء الله باذن الله للهلال وللنصر وللدوري السعودي كله ان شاء الله باذن الله. النهارده الهلال هيلعب 4-2-3-1، 4-2-3-1، مش هيتغير النتيجه الطريقه دي في لعب الهلال ان شاء الله. والنصر هيلعب 4-3-3. وبتفرج على المباراه واقول انا بقول لك ايه، المباراه دي فيها اهداف، فيها اهداف كتيره جدا. انت عندك مثلث الرعب عند النصر، تاليسكا وساديو ماني والنجم الكبير طبعا كريستيانو رونالدو، مش عاوز كلام يعني في الموضوع ده. وعندك نفس الحكايه في المضاد والصراع على القمه من الهلال المتصدر في الدوري حتى الان، عندك مالكم وعندك سالم الدوسري وموتروفيتش. موتروفيتش الدبابه، متروفيتش بينافس كريستيانو رونالدو على لقب الهداف السنه دي، والمسافه بينهم والبعض قريبه. طبعا كريستيانو رونالدو في فرق كبير جدا متصدر الهدافين، ولكن الهلال في الصداره، في صداره عدد الاهداف، الفريق الاقوى دفاعيا. ولكن انا عاوز اقول لك المدير الفني لفريق النصر كان بيلعب في الفتره اللي فاتت بشكل دفاعي عشان يوصل رساله لفريق الهلال. الفريق الماتشين اللي فاتوا للنصر انتهوا بدون دخول اهداف في مرمى النصر، ودي يعني رساله عاوز اوضحها، لان كان في كلام كتير جدا ان النصر شباكه بتهتز كتير، ان خط الدفاع النصر خط متواضع، ولكن هي دي الرساله اللي وصلت في الفتره اللي فاتت. في الوقت نفسه لقينا يعني خيسوس المدير الفني لنادي الهلال يقول انا موجود وانا من افضل المدربين، لان كان في انتقادات كبيره جدا على خيسوس، واحنا سمعناها في اول الدوري. حتى جمهور الهلال كان بيقول لك يمشي ومش عاوزينه وما يقعدش، حتى الراجل كان مجهز شنطته من كتر الكلام، يعني كان مجهز شنطته وعاوز يمشي. ولكن بعد مرور الوقت اثبت ان هو من المدربين العباقره اللي موجودين في الدوري السعودي، مش في الدوري السعودي بس، مدرب الماتش اللي فات في الدوري بيكسب بارتياحيه 9-0 نادي الحزم. واحد بيقول لي ان نادي الحزم من الفرق الضعيفه، لا يا عم انت ما اتفرجتش على الحزم امام الرياض، ما اتفرجتش على الحزم، لكن النتيجه دي ما حصلتش مع الحزم غير من الهلال، والهلال كان بيستعرض قوته. الهلال بيقول انا موجود بقوه، يعني 9-0 نتيجه، يعني عايز اقول لك ايه، انت شفت الهلال الفرص اللي ضيعها كانت عامله ازاي. فدي استعراض قوه ليه؟ لانه بيوصل رساله للمدير الفني كاسترو، مدير الفني لنادي النصر، ان انت مش انت بس اللي انت اخد هجوم، انا كنت سايبك بتلعب في الفتره اللي فاتت. صح انا كده، انا مش كده يا فضله، لان قبل مباراه الجوله ال14 كان افضل خط هجوم واقوى خط هجوم هو خط هجوم النصر، فرد عليه خيسوس ونادي الهلال انا اقوى هجوم بتسجيل 9 اهداف، فبقى الفارق اكبر وخط الهجوم لنادي الهلال هو الاقوى حتى الان. احنا امام حارس مرمى كبير، ياسين بونو من افضل حراس المرمى في العالم، ياسين بونو من افضل حراس المرمى في العالم، ودي المشكله اللي هتواجه خط هجوم النصر. خط هجوم النصر النهارده هيحاول ان هو يخترق الدفاع، بعد ما تخترق قدامك ياسين بونو. ياسين بونو في الماتشات اللي فاتت وفي مباريات كتيره جدا كان هو سبب عوده الهلال، مباراه الاتحاد والهلال في كلاسيكو الدوري السعودي في الاسبوع الرابع او الخامس، تسبب في نقل المباراه من فوز الاتحاد لفوز الهلال. الشوط الثاني بدا الهلال بدايه سيئه، خط دفاع مفتوح، انفرادات بالجمله لكريم بنزيما وكوراندو، ولكن كان بالمرصاد لها ياسين بونو. الله اكبر عليك، ايه الحلاوه دي، ايه الحلاوه دي. انت اللي ايه، اللهم صل على حضره النبي. انت جبت المعلومات دي منين؟ ياسين بونو في مباراه الفتح بدا الهلال في الشوط الثاني بشيء برضه ضعف شويه من الخطه الهجوميه، والدفاع كان مفتوح وياسين بونو بيتصدى
لعدد من التصديات الرائعة ويعود الهلال في المباراة ويفوز على الفتح. نفس الحكاية كان في مباراة التعاون. الناس تراجع معايا الموضوع ده كله. الناس اللي حافظة مباريات الدوري السعودي هتلاقي ان في مباراة التعاون في بداية الشوط الثاني 2 تصدي من اروع التصديات لياسين بونو، ثم بعدها يعود النصر الهلال قصدي يفوز. فاذا انت هتخترق خط الدفاع قدامك حارس مرمى مميز. في الوقت نفسه احنا بنتكلم ان خط دفاع النصر بدا يرجع في الفتره اللي فاتت لما كان عليه في الموسم الماضي. يعني الموسم الماضي خط دفاع النصر كان مميز، وان كان في نهايه الموسم كان شيئا ما سيء، ودي من الاسباب اللي خلت الكفه تميل تجاه الاتحاد ويحصل على الدوري السعودي للمحترفين. احنا قدام فريقين بيلعبوا بشكل هجومي كبير جدا، افضل خطين هجوم في الدوري السعودي حتى الان، متصدرين بعدد الاهداف اللي هم جابوهم، الاثنين هدافين على راس قائمه هداف الدوري السعودي، كريستيانو رونالدو وموتروفيتش. مين اللي هيحسم الجوله ليها كلام كتير جدا، لان انا عاوز اقول لك ان خط الدفاع حتى وان كان كاسترو وصل رساله لنادي الهلال ان خط الدفاع عندي قوي في الفتره اللي فاتت في الماتشين اللي فاتوا لما لعب قصاد بورصه بولس بطل ايران في دوري ابطال اسيا، وانتهت المباراه بالتعادل رغم النقص العددي لفريق النصر من الدقيقه 17، ولكن يظل خط دفاع وحارس مرمى الهلال هم الافضل من خط دفاع النصر وحارس مرمى النصر. يعني فرق كبير جدا. ما انت لما تقول لي الامكانيات والاحصائيات بتقول كده، وفي فرق كبير جدا بين العقيدي وبين بونو. ياسين بونو اعلى بكتير دي صراحه، دي تكسب على الورق. فانا شايف الماتش هيمشي شكل هجومي ضاغط من النصر، لان النصر يحتاج للفوز اكتر من الهلال. الهلال لو طلع من المباراه بالتعادل فدي فرحه ليه طبعا، يعني مش حكايه ضعف للهلال، ولكن انا متصدر في ارتياحيه ومش محتاج ان انا اكسب الماتش. بس في نفس الوقت بحس ان الهلال عايز يكسب المباراه، لان المباراه دي بيسعى النصر الهلال من خلالها لتحقيق رقم قياسي جديد في عدد مرات الفوز، وده يعني قريب منه جدا وممكن يحققه من السهل. طبعا هي العقبه هي مباراه النصر اللي هي النهارده اللي احنا بنتابعها، والاسماعيليه عندنا النهارده بتستعد المقاهي والقهاوي، وانا هعمل لك فيديو واجيب لك منظر القهوه عامل ازاي في مباراه الهلال والنصر النهارده، واتمنى ربنا يوفقني في ذلك ان شاء الله باذن الله. وفي الاخر بقول لك اكتب لي تعليقك وانت بتتوقع مين اللي هيكسب المباراه، وان شاء الله باذن الله هتكون مباراه كويسه جدا. والسلام عليكم.